يوميا كل يوم بتيجي لنا مكالمة واثنين وثلاثة. ممكن في المكالمات دي بتكون مكالمات لأشخاص مجهولين الهوية، مش عارفين الأرقام دي بتاعت مين. في الفيديو ده هعرفك على ازاي تقدر تعرف مين الشخص اللي بيتصل بيك ده. ده زائد ان التطبيق بتاع النهاردة اللي هنقوم بشرحه فيه مميزات جميلة جدا، منها انك تعرف مين اللي بيتصل بيك. ده زائد انك تقدر تعرف من خلاله لو الشخص اللي بيتصل بيك ده عنده حسابات على السوشيال ميديا زي الفيسبوك او اي موقع تاني. تابع معايا الشرح عشان هديك كمان ميزة جميلة جدا في التطبيق، وهي ازاي تقدر تعرف اصدقائك مسجلينك ايه في جهات الاتصال الخاصة بيهم. تابع معايا الشرح. اول حاجة هنحتاجها في شرح النهاردة ان احنا ننزل التطبيق ده. التطبيق ده افضل من تراكولر، التطبيق مشهور والمعروف في عالم كشف الهوية او المتصل. هسيب لكم لينك التطبيق موجود في الوصف، مجرد دخولك عليه هيحولك مباشرة لمتجر بلاي وتقدر تنزله بالطريقة العادية. دخلنا على متجر بلاي وكتبنا هلو، اسم التطبيق بتاع النهاردة هلو من المتصل بالشكل ده. هيظهر معاك الواجهة بتاعت التطبيق ده. نتأكد من العلامة دي يا جماعة، لأنه في تطبيقات كتير مشابهة للتطبيق ده ممكن تكون مش هي الأساسية أو فيها المميزات اللي هنشتغل عليها النهاردة. هنفتح طبعا، هنثبته بالطريقة العادية. هضغط على كلمة تثبيت هيثبت معايا، وهسيب لكم لينك التطبيق في الوصف زي ما قلنا، تقدر تحمله مباشرة لو مش هتعرف تبحث عنه في متجر بلاي. بعد ما ثبتت التطبيق هيبقى معايا بالواجهة دي. هنفتحه وهنتابع مع بعض ازاي نقدر نستخدم التطبيق مع بعض. هنا بيديك اللغة اللي انت عاوزها، عربي او انجليزي. بالنسبة لي انا هختار اللغة العربية، وبعد كده هضغط على التالي التالي. هستنى معايا شوية. بعد كده هيطلب مني الاذونات اللي احنا شايفينها دي. هضغط على كلمة فتح ومتابعة، هديله السماح السماح السماح، هديله السماحات اللي هو عايزها. بعد كده هيحولني للواجهة اللي احنا شايفينها دي. وبيطلب مني ان اخلي واجهة التطبيق الاتصال تكون واجهة البرنامج. طبعا دي حاجة ترجع لك، اما انا بالنسبة لي هضغط الغاء. دي هتبقى واجهة البرنامج معايا. كل ما عليا ان انا عاوز ابحث عن شخص معين، هضغط على كلمة البحث او رقم الاتصال فوق بالشكل ده، وهدخل رقم تليفونه. وزي ما قلنا يا جماعة، من خلال التطبيق ده تقدر تعرف اصدقائك مسجلينك ايه في جهات الاتصال بتاعتهم، عن طريق انك تدخل رقم تليفونك هنا او رقم اي حد تاني هيظهر لك الناس مسجلاه ايه في دفتر الهواتف بتاعتهم او سجلات الهاتف بتاعتهم. زي ما احنا شايفين، بعد ما دخلنا الرقم بنضغط على علامة البحث اللي فوق دي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هيبدأ يبحث معايا. طبعا التطبيق في منه نسخة مدفوعة ونسخة مجانية. التطبيق في البداية تقريبا بيديك 5 محاولات مجانية تقدر من خلالهم تكشف على هوية المتصل. بعدها بيطلب منك انك تشاهد اعلان عشان تعرف الرقم ده بتاع مين، ويظهر لك كافة بياناته. الكلام ده في النسخة المجانية اللي احنا بنشرح عليها الشرح اللي احنا شايفينه ده قدامنا. التطبيق يا جماعة جميل جدا، تقدر من خلاله تعرف كل اصدقائك مسجلينك ايه في دفاتر الهواتف بتاعتهم، وبيقترح ليك اكتر من اسم للشخص اللي بتكشف على اسمه، مش زي تروكولر اسم واحد بس. بعد ما ضغطنا على كلمة مشاهدة اعلان هيفتح معاك عداد يعد فوق كده بالشكل ده لحد ما يخلص. هضغط على علامة الاكس، هيظهر معايا الاسماء اللي احنا شايفينها دي، والاسم واضح قدامنا اهو، اكتر من لقب متسجل في دفاتر الهواتف عند الناس. ولو بصيت في الاسفل كده، لو موجود عنده اي حسابات على مواقع السوشيال ميديا سواء فيسبوك او اي مواقع تواصل اجتماعي تاني، هلاقيها موجودة في الاسفل الشاشة زي ما احنا شايفين كده. وبس كده، فيديو النهاردة يكون انتهى. ما تنسوش تكتبولي رأيكم في التطبيق في التعليقات، ولو عندك اي استفسار سيبهولي. والسلام عليكم ورحمة الله.